بطبيعه الحال من المحطات الكبرى الاولى هي الكان، ولهنا خلينا نحل قوس على حقوق الرياضه وعلى الرياضه. فمحطه مرفق عمومي في العالم مازال عنده الحقوق الرياضيه، مازال ايش ولا راي ولا فرانس تلفزيون ولا حتى المرفق العمومي. وقت اللي نحكيه على كرة القدم احنا قلنا دورنا وخذينا مسؤوليات، وبالرغم من انه اللزمات كانت لزمات ثقيلة علينا من عند الجامعة، قلنا هذا دورنا وما نجموش نحرم الفرق التونسية من انها تشوف روحها في التنس، وما نجموش نحرم فرق الجنوب مثلا انها تكون غير موجودة خاطر الفرق الكبرى تبارك الله عليها عندها لي حتى ساعات تعمل تلفزيون كنزل. لكن خذينا على عاتقنا بالرغم من الارقام اللي كنت تقول فيهم بالرغم من الصعوبات انه نقتني حقوق الله حقوق بث البطوله. لازم نستف اللي راهو كل اسبوع نختاروا مع الجامعه الفريق الاول مع المقابله الاولى والمقابله الثالثه، هذا شكون لازم؟ المقابله الثانيه حقوقها عند حقوقها عند الجامعه. لهنا رانا نحكيو على ليكدو على الرابطه الثانيه، ورانا نحكيو على كاس، ورانا نحكيو على منتخب، هذاك اش شرينا وهذاك اش قدرنا نشريه. لكن انا قبل ما ندخل جمعتين نلقى الامور فاسده مع الاختلاف. في اسبوع صحح، في اسبوع صححنا نعتبر التزام به، نعتبر اني وثيقه به وانه الاتفاق به مع الجامعه، بما انه مثلا لاكسي استاذ كان في لزمه واحده، احنا دخلنا في لزمه هذه. ولا عندنا لزمه شويه لاكسي وستارت اللي باش نشوفوه بطبيعه الحال خاصه في لحظه الرياضي، خاطر غادي باش نشوفوا لبدل الجوتين، غادي باش نشوفوا القيمه المضافه وقت اللي نعملوا الكواليس وقت اللي نخدموا هكا ولا راس، غادي باش نشوفوا القيمه المضافه. ولذا خذينا لاكسي وستارت، خذينا الموفيولا اللي كان فيها مشكل الاف تي اف تقول لا يا خويا انا تخلق لي في مشاكل مع التحكيم، قلنا له احنا قادرين باخلاقياتنا وقادرين صحفيين ان نصنعوا موفيولا مسؤوله. ولذا انا نعتبر اللي المفاهمه اللي صارت مع الاف تي اف مفاهمه باهيه، مع الجامعه مفاهمه باهيه، مازلنا لازم نجموا نطوروا، نجموا نطوروا، لكن احنا ما عادش نجموا نعطي اكثر فلوس. ولازم تعرفوا انه عديد البلدان وقت اللي نحكيو على ما يسمى الفري اونير، ما يسمى البث المجاني الارضي على الاقل، فما بلدان اتجهت انها تقول فما برامج سياديه. ولهنا راهو فما ترتيحات في القانون جايينها جايين على مستوى اقليمي ولا على مستوى وطني، على اساسها هو نحكي سولو كونترول دو لاسعر، رانا جايين لاسعر السيك جايين الى اتفاقات قد تمكن الجمهور التونسي العريض من انه على الاقل يتمتع بالمنتخب الوطني بتاعه. هذا الجزائر قاعده تدافع عليه، هذا المغرب تدافع عليه، هذا عديد البلدان قاعده تدافع عليه، احنا موجودين في الزون مينا فيما يخص الحقوق يمكن ننتجه للزون افريك، خاطر التشريعات اسهل، هي خدمه كبيره ياسر على الدبلوماسيه التونسيه وعلى قرارات التونسيه. ولذا لو ساعات تسمعوا هاو مشى يقابل في فلان، راهو ساعات مقابلات خارج ارض الوطن مهمه جدا لدبلوماسيه التنزه باش تمكننا من انه ناخذوا حقوق بث، على خاطر راهو لازم نستفهم اللي عن قريب انسى المونديال، انسى لي جوز اولمبيك، انسى الاحتكار صار سي سي فيني. ولذا اليوم راهو المقابلات اللي قاعده تتعدى في التنزه التونسيه احنا فخورين به، هذاك اش خلقنا. ونحاولوا نزيدوا، لكن على قريب نحكيو مع الباسكيت ونحكيو مع الهوند ونحكيو مع الفولي، خاطر ما نحبوهاش تكون قناة كرة القدم فقط، نحبوها تكون قناة كل الرياضات، لحد الرياضي إن شاء الله عن قريب، لكن الموعد زاد كذلك مع إرضاعة رياضي ولا اثنين رياضي، مازلنا نخمم أراضي.